قال أوصيكم بتقوى الله، في نهاية الحديث قال والسمع والطاعة، أي لولاة الأمور، وده كلام نحن بنقوله ديانة لله تعالى. والسمع والطاعة ده لولاة الأمور، ما زي التكفيريين والسرورية وناس غنات طيبة وناس جنكلة كذلك شغالين تفجيرات قاعدين راكبين برادو، راكبين في البرادو، ساكنين في جبرة وفي وين وداك بغادي وبلاوي، شغالين شغال عشق وانت تعشق تمرقة في الصومال، وشغال هو بيجاي يشرب في البارد عليم ربه، ياكل في ما بعرفه اقشب ياكل وغايته المهم بياكل، ياكل ويشرب ومرتاح، وانت يقول لك سافر الصومال، وبيجاي ده سافر مالي، وبيغادي ده سافر كذا، والتفجيرات من الجهاد، تلبس لك حزام ناسف تنط في 15 انفار تكتلون وتقتل نفسك خلاص بتخش الجنة، يا تجنة انت مسكين زي ده بودي الجنة. الله قال في القرآن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الجهاد الجبه والرسول عليه الصلاة والسلام أي لتكون كلمة الله هي العليا، واحد اثنين ورا حاكم، مش ساي اي خمسة غلبتهم الشغلة راح امرقوا هم قاعدين، انا محروق منه النازل حرقة شديدة خلاص، قاعدين في البلد لفين جنب الاسطب وفي الخرطوم وفي غيره وفي جبرة وفي المنشية وفي العمارات، واولاد المسلمين راح سافروا سافروا، انت ما تسافر معانا رسول ده، لما عشان تعرف الجهاد نجيض، لما نقول جهاد بيخد جوا هناك الرسول، يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب جوا هناك، ده بيقول لك مش وهو ماشي كذا، معناه شنو؟ معناه شغلته دي مجوبك مش بطريقتك، مش خش براك بيخشوك ساعة يا زول، وعليك الله انا اسافر من هنا للصومال اخلي 16,000 قبة قدامي، ده ماشي ليه؟ لتكون كلمة الله هي العليا. ابي بلدك دي ما دار شغل، والله تخش المساجد ادوك عكاز مساجد، قول لهم يا جماعة صلوا صلاة تمام، جزاك الله خير يا مولانا ما قصرت، اتقوا الله يا جماعة كويس جدا، بر الوالدين ان شاء الله ما بنقصر يا مولانا. الصدقة يقول لك يا مولانا والله الناس دي المفروض تصدق يا اخي، في قبة ذاته دار نتم ما بيجاي وك الى اخره، ما ناس مواضيع زي دي مما تقول لهم الله واحد، يقول لك ايوه ما تعكر مزاجنا، ديل بتفارقون تمرقة في هنا، وديل انت بقول لك الجهاد وبيحضروا في جون سينا، ناسك ذاته يحضروا في جون سينا وخنقوا اورتن وقلع رقبته، ده باقي لك وده بحب الكفار ديل يقاتلون هناك، تمشي يا اخي المسجد 5 صفوف، تمشي النادي 20 صف، يحضروا في ميسي وموس وكريستيانو وكريستالا شغالين يحضروا فيهم، اوك وده لعاب وجابه كيف يا زول جابه كيف بتاع شنو، وجا وبيحضر فيهم ده بحاربهم، باقي لك يا اخي شغله دار تربيه من هنا، والله اصل الشغله لو كذي بس الدعوه دي بس، اوك سيف طوالي رسول ما كان صبر 13 سنه في مكه، ليه 13 سنه قاعد في مكه بيدعو الى الله تعالى وفي 360 صنم في الكعبة، ليه ما كان من أول يوم مشى لما في الأصنام دي كسرها، عنده قوة 30 رجل الرسول عليه الصلاة والسلام مد يده 30 رجل ما بنزلوها، ده كما ذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، انت لو شغلة بتاعت قوة كان مشى من أول أيام كسر الأصنام وقال لهم بس كذي بس ما بطريقة ولا السيف قاعد، لكن بلغهم دعوة الله تعالى ابتداء، بعد ذاك قويت شوكة المسلمين، بعد ذاك تاني مشوا المدينة وشوكة قويت والجهاد أذن به، تاني جو فتحوا مكة لليلة ما اتقفلت، ولما تقوم القيامة الدجال بلف ما بيقدر يخشها بغادي، بقت دار إسلام تاني خلاص، لأنه مشوا بالدرب الصحيح، الدرب الجبل وحي، فلذلك قال والسمع والطاعة، ودي دعوتنا، والله لا بنجامل فيها زول ولا بنشتغل بزول، قال لنا أنتوا خوافين، ولا خلاص انت الشجاع ده مش اشتغل، انت مش نحن خوافين، مش انت اشتغل، تمشي تشتغل هناك تقعد تقول لهم راح اخرج
بيلموا فيك ناس بيدفر بعرفهم أنا، عيون حمر ديل متركين بياكلوا وبيشربوا شغلتهم يوم الكتمة ديل يزيمون يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، بيلموا فيك بيدوك بسطونتين بتبكي تجي اوك دقوني. أنا ما قلت لك قبل ما كانت تجيب في جاي ساي مهدب وكلها لخبط، ونحن والله لو بسطونا بس وده الدين كان يتحملناه، لو بسطونا زاي ديل بدون عكاكيزة بتلتلة ديل والله. زول تلقى عمك 60 سنة قاعد في الجامع رطوبة، الله ابتلى في كرعي لسه ما مصر ما قادر يجيف، تجي انت تتكلم في التوحيد يلم فيك. يا اخ واحد في كافوري والله اعمى اعمى ما بشوف ذاته، جاء واحد من اخواننا عمره 19 سنة يتكلم في التوحيد، في واحد من الحزبيين ده المرضانين استحضر ذاته ما مبتلين، وديل والله نكتم فيكم كتمة صبره والله ننجمكم نجام في الدنيا دي ما في رحمة، وبعدين رحمة بي بأهل الرحمة أصلوا منخليكم ما تفرحوا، أسي أبردوا شوية كذي تاخذوا نفس عشان الصوت يجيكم زي الناس، أبردوا كذي شوية وقاعدين نحن تاب تسوي شنو والراس وتاب راس بتاع شنو تاب بليد ما في راس في الشغلة دي، الشغلة دي كلها ماشية كذي فاهم ولا ما فاهم، وبننجمك أصبر شوية نبدأ كلها في طيحاب لا ماب ولا ديك بغادي دي بجاي مزاد كلهم فتح كلهم تصرخوا تكوركوا والله ما نخليكم، لكن أصبروا شوية بس الدعاء صلنا بس أصبر شوية. فلذلك بلاوي ثقيلة جدا، أخونا ده تكلم الحزبي قاعد يكورك، الأعمى ده عمك كبير وانا عمره 19 سنة، الأعمى بكابس له أعمى ما قادر يشوف، مش مفروض يأدب يكابس لما لقاه وزنها أداه وعمى، وأخونا ذاك راجل ماذا خلي عمك يقع أكل ساي وبقى مارك ركاز من أعمى، باقي لك أنت تاني راجل الشغلة دي طويلة يا جماعة والموضوع طويل والحديث فيه فوائد، لكن أظنه باقي إخواننا جو